حضرتك. الرسالة من أول اجتماع بهذا التشكيل الكبير من دولة رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء والجهات المعنية في الدولة، إيه الرسالة اللي بتنطلق للشعب المصري؟ هي رسالة طمأنة في المقام الأول. إحنا زي ما كان لدينا لجنة لإدارة أزمة كورونا كانت مشكلة على أعلى مستوى ونجحت الحمد لله في إدارة الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، بل يعني النموذج المصري أثبت في التعامل مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، إنه كان نموذج فعلا يعني بيستشرف المستقبل، ما لجأناش لفترات إغلاق كبيرة، العامل الصحي كان موجود وحاضر. فإن شاء الله على نفس هذا المنوال تم تشكيل هذه اللجنة، لجنة أزمة أو إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية اللي أصبحت حاليا أزمة عالمية بفعل تأثيرها على الاقتصاد. رسالة للمواطن المصري، الحكومة والدولة المصرية بكافة أجهزتها وبكافة وزاراتها مستعدة وتدير يعني الأزمة الحالية. وأعتقد أن حتى بوادر الانفراجة بدأنا نلمسها مؤخرا. سعار الأسعار اللي كان على مدار الأسبوع الماضي بدأ يهدأ، بل أن هناك أسعار لبعض السلع بدأت تتراجع، ودي مشاهدات لنا جميعا والتقارير اللي وردتنا موثقة بتثبت ذلك. وإن شاء الله هيستمر هذا الاتجاه، لأن إحنا لسه في أدوات لم نستخدمها بعد، لأن يعني مبادرة كلنا واحد لسه هتبتدي بكرة بمنافذها المتعددة اللي بتقترب أو بتزيد عن 900 منفذ. معارض أهلا رمضان هتبتدي بكرة أيضا 15 مارس بكل أدواتها وبأسعارها المنخفضة عن السوق. فماذا حدث في السوق لكي يبدأ في الهدوء، الهدوء اللي بدأ، يعني طبعا مش الهدوء اللي احنا نتمناه جميعا ان تعود الأسعار لما قبل الأزمة، لكن على الأقل تمكننا ان احنا نوقف يعني الزيادات الأسعار عند حد معين ونزلنا بالأسعار في بعض السلع الأخرى. ليه ده حدث؟ لأن الحكومة يعني الدواء اللي استخدمته في التعامل مع الأزمة هو زيادة العرض. لما العرض من السلع المختلفة زاد، بدأت مخاوف الناس تجاه حدوث نقص في السلع تتلاشى. بدأ يروا حقيقة أن مهما اشتروا من سلع بيجي في اليوم التالي بيلاقي الأرفف ممتلئة ومزيد من السلع تم ضخه في الأسواق، فكده زال لدى المواطن الشعور بأن هيحدث نقص في السلع وأنك لازم تخزن أو لازم تعمل أي شيء من هذا القبيل. والأداة الثانية اللي الحكومة استخدمتها ونجحت في إحداث هذا التراجع الطفيف والتدريجي في الأسعار، إن احنا نزلنا السلع بأسعار مخفضة في المنافذ المختلفة. هضرب مثال، مثلا اللحوم اللي وزارة التموين نزلتها هي نفس أسعار اللحوم التي كانت سائدة قبل قيام الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني نفس الأسعار، نفس سعر اللحمة اللي كنت بتشتري بيه اللحم السوداني المذبوح في مصر أو اللحم البرازيلي المجمد أو اللحم الهندي، هي نفس الأسعار لم تتغير. من كم لكام؟ يعني اللحم الهندي 55 كيلو 55 جنيه للكيلو؟ 55 جنيه للكيلو، ودي ده نفس السعر اللي كان سائد قبل الأزمة. اللحم البرازيلي المجمد بنتكلم في 85 جنيه للكيلو، وده نفس السعر برضو اللي كان سائد قبل الأزمة. والسوداني المذبوح في مصر ب 95 جنيه للكيلو. فوقف على ذلك بقى عديد من السلع الأخرى زي ما وضح النهاردة دكتور علي صلحي وزير التموين، سيتم ضخها بنفس الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة وبكميات كبيرة. يعني ما فيش خوف إن مثلا لدينا كمية معينة هننزلها بهذه الأسعار المخفضة ويعني وتخلص أو تنتهي من السوق. لا، لدينا من الكميات ما يكفي. وعلشان كده بمنتهى الثقة رئيس الوزراء وجه النهاردة إن معارض أهلا رمضان تستمر وهذه المبادرات تستمر طوال شهر رمضان، مش بس يعني تنتهي خلال الأسبوع الأول كما جرت العادة، أو حتى قبل، يعني بعض المبادرات كانت بتنتهي قبل مجيء الشهر، يعني بتبتدي قبل شهر رمضان وبتنتهي أول أو تاني يوم في رمضان. لا، هذا العام ستستمر هذه المبادرات طوال شهر رمضان، حتى تستمر 45 يوم، شهر ونص تقريبا يعني بالضبط. لو هنبتدي بكره 15 مارس هتنتهي اخر شهر ابريل مع نهايه شهر رمضان، بنتكلم فعلا
حوالي 45 يوم كاملة لأول مرة، ودي طبعا رسالة طمأنة كبيرة جدا، وبتدل على ما لدينا من ثقة في المخزون الذي لدينا. ليس لدينا أي خوف أن هذه المبادرات تستمر بهذه الأسعار وبهذه الكميات طوال 45 يوم كاملة، ومش بس كده، تطوال إن شاء الله ما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية. طيب سعادة السفير، هو ما حدش عارف الأزمة دي هتخلص إمتى، إيه السيناريوهات المتوقعة أو من خلال هذه اللجنة المطروحة في حالة لا قدر الله الأمور استمرت يعني فترة طويلة، مش شهرين ثلاثة، استمرت معانا كتير، إيه ما طرح اليوم من سيناريوهات خاصة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث؟ يعني دايما بقول ان هذه الازمه في النهايه هي ازمه مؤقته وطارئه، ستستغرق اسابيع، ستستغرق شهور، في النهايه ستنتهي، وفي النهايه ستعود الاسعار السلع العالميه اللي تاثرت بهذه الازمه ستعود الى طبيعتها بعد يعني بعض الوقت، ستاخذ بعض الوقت لكن سنعود الى طبيعتنا، بمعنى ان القمح، سعر القمح العالمي لن يستمر على هذا السعر اللي بيقترب من 400 دولار حاليا، لا طبعا ده وضع لن يستمر. السيناريوهات اللي الحكومة اشتغلت عليها هي سيناريوهات تتراوح ما بين المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل. لو الأزمة هتنتهي خلال أسابيع قليلة فيبقى ده المدى الزمني أو حتى أيام، يبقى ده المدى الزمني القصير. لدينا الخطط الجاهزة اللي هي بدأت بالفعل وبنطبقها بالفعل فيما يخص توفير السلع والسيطرة على ارتفاع الأسعار، ولو استمرت في المدى المتوسط أو على الأسوأ تقدير على المدى الطويل لدينا أيضا السيناريوهات الجاهزة. علشان كده كان التوجيه لوزارة المالية أنها تستعد بخطة طوارئ يعني للأموال اللازمة لتغطية أي زيادات قد تكون طارئة أو مقبلة في أسعار السلع العالمية اللي احنا أو السلع الاستراتيجية اللي احنا بنستوردها من الخارج. لو حدث لا قدر الله مزيد من الزيادات على واقع استمرار هذه الأزمة، فوزارة المالية جاهزة بخطة طوارئ ومبالغ يعني مخصصة للطوارئ تستطيع من خلالها تغطية المتطلبات. سعادة السفير، ماذا عن الأسعار ومواجهة الحكومة والأجهزة المختلفة للأسعار، وهل في إجراءات هتتم فيما يتعلق بهذا الأمر اللي هو ضبط السوق، ضبط مواجهة أي زيادات مفتعلة أو غير مبررة، هيتم هذا الأمر إزاي؟ الحملات الرقابية بدأت بالفعل وضبطت الكثير والكثير من القضايا. ربما حضرتك هتلاحظ في الفقرتين الأخيرتين من البيان اللي أصدرناه اليوم من مجلس الوزراء حصر بالقضايا اللي تم يعني ضبطها سواء من جانب وزارة الداخلية أو من جانب جهاز حماية المستهلك، ودي الأداة اللي بعتبرها الأداة الثالثة اللي نجحنا من خلالها إن احنا نعيد التوازن تدريجيا للأسواق. الحملات دي مثلت رسالة ردع لكل شخص حاول استغلال الأزمة الجارية في أنه يتربح أو في أنه يخفي بعض السلع أو يحتكرها. لما لقى الأجهزة الرقابية نشطة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن تقوم بحملات مكثفة ومفاجئة، ده مثل رسالة ردع لكل هؤلاء. علشان كده يعني بدأنا نلحظ هذا التراجع في الأسعار، وتوقفت الزيادات عند حد معين يعني وصلنا إليه. طبعا كل هذا يعني الحملات الرقابية وتجديد الحملات والتكثيف وكل هذا ما كانش ممكن يحقق الغرض منه لو أنت عندك كدولة نقص في المعروض. لو أنت عندك نقص في المعروض وزيادة في الطلب عما لديك من معروض، ما كانت ستفلح أي حملات رقابية، وكان الأسعار هترتفع طبيعي جدا وهيستمر ارتفاعها نتيجة قوى العرض والطلب. لكن كونك عندك مخزون استراتيجي قوي ووفير مكنتك كحكومة ان انت تزود جانب العرض، هو ده اللي يعني العامل الرئيسي في ان الأسعار بدأت تتراجع، جانب العرض والمخزون الاستراتيجي الذي لدينا. ماذا عن السعر استرشادي يتم بالتنسيق مع الغرف التجارية، وإذا أي حد خالف هذه الأسعار الاسترشادية إيه الإجراء اللي ممكن يتاخد ضده؟ الأسعار الاسترشادية عشان الناس تفهمها هي ليست أسعار جبرية. يعني زمن التسعيرة الجبرية انتهى بغير رجعة. نحن الآن في اقتصاد السوق والسعر يتحدد بناء على قوى العرض والطلب. لكن في أوقات الأزمات زي دلوقتي الغرف التجارية بناء على توجيه رئيس الوزراء لها
بتصدر كل يوم ما يسمى السعر الاسترشادي، وهو حد أدنى وحد أقصى من السعر لكل سلعة. بمعنى أدي مثال، لو سلعة زي الأرز بتيجي الغرف التجارية النهاردة مثلا تقول لك السعر بيتراوح بين 10 جنيهات للكيلو و13 جنيه مثلا، يعني على سبيل المثال 10 جنيهات للأرز مواصفات معينة وبجودة معينة و13 حد الأقصى. أنا كمستهلك بقرأ هذا السعر كل يوم، بنزل السوق بشتري، لو لقيت في زيادة كبيرة وغير مبررة عن الحد الأقصى اللي هو 13 بأخطر الأجهزة الرقابية، والأجهزة الرقابية بتروح للشخص ده البائع وبتسأله يعني إيه مبررك في إنك تزود السعر مثلا ل17 جنيه. لو ما لقيتش فيه مبرر معين، هذا الرز مثلا جودة يعني فائقة بمواصفات يعني قياسية مختلفة، فطبعا بتعمل له قضية تموين إن هو بيزود السعر زيادة عن السعر الاسترشادي بلا مبرر. بكرر تاني، بلا مبرر. قد يكون هناك تبرير في بعض السلع يعني ما لهاش نظير غير عند هذا الشخص بمواصفات مختلفة جدا، لكن لو كان هو نفس الأرز اللي بيباع حد في حده الأقصى 13 وانت بتبيعه بزيادة عن ذلك، لا، انت بتعرض نفسك كبائع لتقع تحت طائرة القانون، وبيتعمل لك قضية ان انت يعني بتغالي في الأسعار. دي فكرة السعر الاسترشادي اللي هو مرة تانية ليس سعرا جبريا، ولكنه سعر يمكن المستهلك انه يصبح هو نفسه رقيب على السوق لو لقى عند بائع معين هذه السلعة بسعر يفوق حدها الأقصى. امبارح سيادة الرئيس كلف الحكومة انها تدي حافز اضافي للمزارعين عشان يوردوا اكبر كمية من القمح هذا العام اللي هيبدأ في بداية الشهر القادم، هل في كلام في هذا الاطار؟ النهاردة تم يعني مناقشة هذا الامر، وهيعرض قريبا جدا وهيعلن السعر او الحافز السعري الجديد الذي وجه سيادة الرئيس به منحه للمزارعين تشجيعا لهم على توريد انتاجهم او محصولهم من القمح هذا العام، سيعلن قريبا جدا وهيكون بيزيد عن السعر اللي اعلنته الحكومه في نوفمبر الماضي اللي هو كان 820 جنيه للارداف انذاك. نعم. وعلى فكره هذا السعر انذاك 820 جنيه كان يعادل تماما السعر العالمي للقمح في ذلك الوقت. علشان بس الناس البعض بيردد ان احنا بنعطي الفلاح المصري اقل من القيمه السوقيه للقمح عالميا، لا، 820 جنيه في نوفمبر الماضي كانت تعادل تماما السعر العالمي للقمح، لكن اما ويعني وقد طب بصراحه الحافز هيبقى قريب من السعر العالمي؟ الحافز هيوصلنا الارداب لقريب مع زياده نوفمبر مع زياده جديده؟ يعني لا، ما اقدرش، عنديش فكره يعني على وجه الدقه الحافز هيكون كام، لكن يعني هيكون زياده جيده في صالح المزارع. بالإضافة عشان بس ما نختصرهاش في موضوع الحافز السعري، الحافز السعري اللي وجه بيه سيادة الرئيس مهم جدا، لكن هناك حوافز أخرى لا يجب إغفالها. المزارع اللي هيورد الكمية أو الحد الأدنى المتعارف عليه من محصوله كل عام، لأن طبعا الفلاح بيحتفظ بقدر من القمح لاستهلاكه الشخصي، يعني وده شيء متعارف عليه ما عندناش فيه مشكلة. يورد كام؟ يورد 60 70 تقريبا 75 تقريبا، ولا إيه المقترح؟ يعني بنتكلم يعني حوالين مثلا الثلثين على سبيل المثال، يعني تلتين. يعني برضه ده من ضمن يعني الـ الكمية الموردة هتعلن الكمية الاسترشادية التي يجب ألا يقل عنها، لكن يعني مبدئيا كده يعني العقل يقول إن احنا عايزين مثلا التلتين. فلو حدث ذلك هيكون هيمكننا ان احنا هديله ايه؟ نستهدف 6 مليون من ال 10 مليون طن هذا العام. هنقدم له ايه؟ الفلاح اللي هيورد هذه الكميه او كميه اكبر منها، من ضمن الحوافز اللي هياخدها وتم اعلانها مسبقا، انه ايضا هيحصل على الاسمده للزراعات الصيفيه مدعمه. طب هتقول طب ما هو كل فلاح بيحصل على يعني اسمده مدعمه. نعم. بالنسبه للحيازات الصغيره. نعم. ده صحيح، لكن لو في فلاح هذا العام مزارع للقمح ما ورد لناش الكميه المطلوبه، لا، في الحاله دي هيتم حرمانه من الاسمده المدعمه لزراعاته الصيفيه. ايضا بالنسبه للحيازات الكبيره، اصحاب الحيازات الكبيره اللي هم لا يحصلوا ايضا لا يحصلوا اصلا على اسمده مدعمه، هذا العام سيتم اعطاء حافز لهم ان هم لو وردوا كل الكميات التي لديهم سيحصلون على اسمده مدعمه، ودي هتبقى لاول مره ان احنا بندي اصحاب الحيازات الكبيره سماد مدعم، لكن طبعا احنا في ظرف استثنائي يستحق منا ان احنا نقف
ونشجع نقف بجانب الفلاح الصغير ونشجع الفلاح يعني او المزارع الكبير ذو الحيازات الكبيره على التوريد لنا اكبر قدر ممكن. فكل هذه الحوافز امثله وربما يعلن عن حوافز اخرى بالاضافه للحافز السعري، علشان بنستهدف ان شاء الله زي ما قلت لو وصلنا ل 6 مليون طن توريد هيكون رقم كويس جدا. وانا سالت قبل كده عندكم استعداد يعني تقبلوا اي كميات وعندكم الفلوس اللي تدفعوها لو الكميات التوريد زادت عن ذلك؟ وكان ردي لو وصلنا ل 10 مليون طن يعني الدوله عندها استعداد ناخد حتى ال 10 مليون طن كامله اللي هم الانتاج المحلي كله، مفيش مشكله خالص لدينا في توفير المقابل المادي والفوري ايضا، الفلاح بيحصل على المقابل بشكل فوري، ليس لدينا مشكلة في توفير المبالغ اللازمة للحصول على أي كميات من القمح المحلي. هل سعد سفير النهاردة طرع في هذا الاجتماع؟ وأنا يعني أحب مع حضرتك كده تكون الأمور واضحة وفيها شفافية، ودايما أحيي حضرتك كمان على الشفافية وعلى المعلومات وعلى الدقة في كل معلومة. طرح تقارير عن الرأي العام في مصر على الناس خلال الفترة اللي فاتت، شايفة الدنيا ازاي، الأسعار ازاي، وبالتالي الفارق ما بين كانت الأسعار طالعة ثم بدأت شوية لحد ما يحدث هديت شوية ونصل إن شاء الله إلى التوازن خلال الفترة الجاية؟ بكل تأكيد يعني قياسات الرأي العام والتقارير بتعرض في كل اجتماع، مش بس ومش مرتبط بأزمة، حتى في الأوقات الرخاء والاستقرار وكل ذلك واستقرار الأسعار يعني بنستشعر نبض الشارع، لان دايما الشارع بيكون عنده مطالب وان اختلفت يعني حسب كل فتره. فكان معروض طبعا قياسات الراي العام والناس فعلا بتشعر ب يعني انها في 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 وقت صعب هذه الزيادات، خاصه مع قدوم شهر رمضان وان المواطن يعني بيعاني من هذه الاسعار. لكن الحمد لله النهارده في الاجتماع عرضت يعني اشياء ايجابيه، من ان فعلا الاسعار بدات تنخفض تدريجيا في بعض السلع، توقفت الزيادات في معظم السلع، والاجراءات الحكوميه بدات تؤتي ثمارها على الارض، بل بالعكس ان الفتره اللي جايه هتؤتي ثمارها بشكل اكبر، لان هيكون في مزيد من المبادرات والمنافذ اللي هتدخل بثقالها اعتبارا من بكره، في مقدمتها طبعا مبادره كلنا واحد، القوافل اللي بترسلها جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، القوافل المتحركه في الاماكن النائيه، المساعدات التي نقدمها للاسر الاكثر احتياجا، يعني وزاره التضامن مع تحيا مصر لوحدهم مقدمين مليون واثنين من عشره يعني مليون و200 الف كرتونه رمضان، وعندهم استعداد يصلوا بهذا الكميه لمليون ونصف مليون، ده وزارة التضامن مع صندوق تحيا مصر وحدهم. الأوقاف 500 ألف كرتونة رمضان، وزارات أخرى أيضا يعني بتقترب ما بين 500 ألف أو ما شابه. كل هذه يعني أحد الوسائل اللي احنا بنستخدمها يعني مواجهة هذه الأزمة. طبعا كرتونة رمضان ليست هي العلاج او الحل لارتفاع الاسعار، لكنها تظل تمثل اداه بتستهدف فئات محدده، الفئات اللي هي يعني لا تستطيع الحصول على كل احتياجاتها او تامين كل احتياجاتها عن طريق الشراء في شهر رمضان، فهي بتشتري جزء من احتياجاتها والجزء الباقي الدوله بتوفره لها، وعلشان برضو نستهدف يعني عدم التحايل والوصول لاكبر عدد من الاسر، وزارة التضامن بتشارك قاعدة بياناتها مع باقي الجهات اللي بتوزع هذه الكرتونة، علشان ما فيش أسرة تحصل على مثلا ثلاث أو أربع أو خمس كراتين وأسرة تانية ما تحصلش على تحصل على لا شيء. لا احنا دلوقتي من قاعدة البيانات، بمعنى لو أسرة حصلت على مساعدة من جهة معينة يتم تسجيل ذلك لدى باقي الجهات، علشان باقي الجهات تدور على أسر أخرى، وبالتالي نوسع قاعدة المستفيدين. طيب ماذا عن تاني بنتكلم في الموضوع ده، لان كل شويه نحب نطمن ناس على السلع الاستراتيجيه والمخزون اللي موجود عندنا في مصر، عشان الناس دايما ايه ما تقعدش تخزن، يبقى عندنا سلع بتكفينا 3 شهور 4 شهور 5 شهور. ماذا عن السله الخاصه بالسلع الاستراتيجيه اللي هي الحاجات الاساسيه؟ طيب سؤالك ده يعني فكرني بحاجه كنت عايز اقولها. اتفضل. يعني من الاشياء الجميله ان احنا بنشهد او شهدنا هذا الانخفاض في الاسعار او توقف الارتفاعات في اسعار سلع اخرى، رغم ان الازمه الروسيه الاوكرانيه لا زالت قائمه ولم تنتهي.
يعني احنا مش بنتكلم ان الاسعار بدات تنخفض علشان الازمه اتحلت، لا، ده احنا الدوله المصريه نجحت رغم ان الازمه لا تزال قائمه وتداعياتها السلبيه لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي باكمله. نجحت الدوله المصريه انها توقف هذه الزيادات والاسعار تتراجع اللي كانت ارتفعت في الاسبوع الماضي، الاسعار بالمقارنه بهذا الاسبوع اقل من الاسبوع الماضي، وده في حد ذاته نجاح، وده يعطينا امل ان شاء الله هناك ضوء في نهايه النفق، ان هذه الازمه مؤقته، وحتى في ظل يعني اوج هذه الازمه لا الاسعار بدات تنخفض مجددا في مصر. معلش كان سؤال بخصوص حوالين ما لدينا المخزون من الاستراتيجي من السلع الاساسيه. تمام، المخزون الاستراتيجي طبعا احنا طمأننا الجميع ان من القمح ليس لدينا اي حاجه للحصول على اي شحنات خلال الفتره القادمه حتى نهايه العام. صحيح ان في شحنات متعاقد عليها والحمد لله حتصلنا خلال ايام، شحنات قمح روسي واوكراني ومن منشأ رومانيا، فده شيء جيد، لكن حتى في اسوأ الظروف لو لا قدر الله هذه الشحنات ما كانتش جت نظل مش محتاجين اي قمح من الخارج حتى نهايه هذا العام. باقي السلع الاستراتيجيه مخزونها الاستراتيجي يكفي الحمد لله لاربع وخمس وست شهور، وده اللي مكننا في الفتره اللي فاتت ان احنا ننزل بهذا المخزون تدريجيا لاعاده الانضباط للسوق. فمن ناحيه السلع ليس هناك اي خوف او قلق من حدوث اي نقص في اي سلعه. الخوف والقلق كان موجود الاسبوع الماضي لدى المواطن، وده كان شيء طبيعي جدا من استمرار الارتفاعات، لكن الحمد لله وضعنا حد لهذه او لهذا الانفلات في الاسعار، وبدات الاسعار تعود مجددا، هتعود مجددا وتدريجيا، مفيش حاجه بتتم بين يوم وليله يعني ان شاء الله، لكن الاتجاه العام اتجاه ايجابي انه في نزول او في ثبات، وان شاء الله الفتره القادمه هتشهد مزيد من الانخفاضات. ونقطة أخرى أيضا على ذكر السلع الاسترشادي والخبز الحر، الخبز الحر تحديدا حنسعى على الفترة القادمة لنضع له سعرا استرشاديا، بحيث زي ما سعره زاد مؤخرا العيش السياحي اللي بقى جنيه ونص بدل جنيه، بدل بالظبط بدل جنيه بقى أصبح جنيه ونص. طب هو زاد ليه؟ لأن سعر توريد الدقيق زاد وده شيء مؤقت. طيب لما سعر الدقيق يرجع للسعر العادي الطبيعي اللي كان موجود قبل الازمه، مش المفروض بقى والواجب ان انت ترجع الجنيه ونص دول ينخفض بالظبط كده ايا كان بقى نسبه الانخفاض، لكن لازم ينخفض لان الزياده كانت مبرره في هذا الوقت او في هذا التوقيت نتيجه زياده الاسعار المدخلات. طيب المدخلات لما تنخفض حق المواطن عليك كمنتج وحق المواطن عليك كمورد ان انت تخفض الاسعار، ده اللي هنضع له اليه، وزاره التموين ستضع اليه بحيث السعر يزيد لو حصلت زيادات في الاسعار العالميه، وينخفض طبعا لو حصل انخفاض في سعر الدقيق والقمح عالميا. فالعيش السياحي هيكون ليه اليه او سعر استرشادي، حد ادنى وحد اقصى. بالظبط كده، هيكون له سعر استرشادي محدد صعودا وهبوطا حسب الـ يعني السعر الدقيق وسعر القمح عالميا، مش حد ادنى وحد اقصى هنا، حد الادنى والاقصى هنا مرتبط بسعر الدقيق او سعر القمح عالميا، لا يعني بمعنى انه لو انخفض في الفتره القادمه ساعتها نقول مثلا يعني على سبيل المثال الدقيق او الخبز السياحي السعر الرغيف مثلا جنيه وربع او جنيه او كذا يعني، ولو زاد ممكن نقول ساعتها لا احنا هنزود من جنيه وربع ل 140 قرش او من 140 قرش ل 150 قرش. المهم اليه اصل مش معقول العداد. رغيف ب 30 رغيف من العيش المدعوم يعني 30 بثمن رغيف حر. طبعا ده قصه ثانيه، الرغيف المدعوم اللي سعره طبعا لم يتحرك منذ 34 سنة، والمواطن المصري بيدفع فقط ما قيمته 7% من تكلفة هذا الرغيف على الدولة. ده 7% ده ايه؟ ده بالاسعار القديمة بتاعت القمح اللي قبل الزيادات. نعم. طبعا السعر الزيادة الأخيرة ده رفع سعر أو تكلفة الرغيف المدعم على الدولة، و 7% دول أصبح بقى المواطن يعني يمكن بيدفع حاليا 5 أو 4% من القيمة الحقيقية
او التكلفه الحقيقيه للرغيف المدعم اللي سعره ما اتحركش من 34 سنه. سيادتك قلت في البدايه عندنا ادوات لم يتم استخدامها حتى الان، ايه هي او ابرزها ايه؟ كنت بعني الادوات الخاصه بالمنافذ اللي هتضم بكره للمنافذ الحكوميه والمبادرات اللي هتبتدي تشغيلها اعتبارا من بكره. مبادره كلنا واحد، مبادرات الخاصه باهلا رمضان، يعني السعر اللي انخفض خلال الفتره الماضيه كل ده انخفض واحنا لسه ما بدأناش هذه المبادرات. فطبعا يعني عندنا تفاؤل كبير ان اعتبارا من بكره بقى مع دخول هذه المبادرات وكميات السلع الكبيره اللي ستضخها باسعار مناسبه ومنافسه جدا، لا الدنيا هتستقر والاسعار هتنخفض مجددا. فهي دي الادوات اللي ان شاء الله اعتبارا من بكره هنستخدمها، المبادرات المختلفه التي لم يتم استخدامها بعد. كلنا واحد، القوافل التابعه للقوات المسلحه، معارض اهلا رمضان بكل تنويعاتها، وبالاضافه طبعا للتوسع في توزيع الكوبونات والكراتين الخاصه بشهر رمضان. لما اسره معينه محتاجه هتحصل على احتياجاتها من في شهر رمضان من هذه الكراتين، فهي بالتالي مش هتضطر انها تنزل السوق وتشتري، فهيتوفر يعني سلع، والوفره كلما زادت الوفره انخفض السعر لان ده قانون العرض والطلب. استاذ سفير نادر سعد بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية لحضرتك المتحدث باسم مجلس الوزراء.